نطلع ونخلي العالم يسمع البس عم نطلع ونخلي العالم يسمع حنا القادي والأشبال من بعد ما عنا الأجيال حتوتة عند أعمال وبطل العالم عم نقشع البس عم نطلع ونخلي العالم يسمع البس عم نطلع ونخلي العالم يسمع عنا القادي والأشبال من بعد ما عنا الأجيال حدوتة عند أعمال بفضل العالم عم نقشع ضلك بالبيت قاعد حدوتة يتساعد ضلك بالبيت قاعد حدوتة يتساعد وإن شاء الله الجيل الصاعد بقوط الوطن يرجع وإن شاء الله الجيل الصاعد بقوط الوطن يرجع عالبس عم نطلع ونخلي العالم يسمع عالبس عم نطلع ونخلي العالم يسمع عنا القادي والأشبال من بعد ما عنا الأجيال وحدوتة عند أعمال بطل العالم عم نقشع يا زهرات ويا شبال قوموا قوموا شدوا حبال يا زهرات ويا شبال قوموا قوموا شدوا حبال لو انتوا بقى لجبال حدو دل عندك نطلع لو انتوا بقى لجبال حدو دل عندك نطلع عالبس عم نطلع ونخلي العالم يسمع عالبس عم نطلع ونخلي العالم يسمع عنا القادي والأشبال من بعد ما عنا الأجيال وحدوتة عند أعمال بفضل العالم عم تقشع فضل العالم عم تقشع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم جميعا في لقائنا المتجدد من كل أسبوع فأهلا وسهلا بكم في لقائنا لهذا اليوم يوم السبت الموافق للتاسع عشر من شهر نوفمبر الساعة 9 مساء بتوقيت مكة المكرمة والسادسة بتوقيت جرينتش وإن شاء الله يعني حسب ما جاتنا البشارة من الزملاء في أن إن شاء الله الأسبوع القادم سوف نبدأ في بث الحلقات اعتبارا من الساعة 8 مساء بإذن الله تعالى فكونوا معنا على الموعد الجديد بإذن الله نبدأ على بركة الله لقاءنا لهذا اليوم منصة حدوتة الإعلامية في برنامجها الأسبوعي حدوتة كشفية الذي يأتيكم يوم السبت من كل في أمام الساعة 6 بتوقيت جرينتش والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة أهلا بالحضور الكرام المتواجدين معنا من خلال المنصات الخاصة بمنصة حدوتة في الفيسبوك وفي الزوم وأيضا في الإنستغرام وأهلا وسهلا بكم جميعا ونبدأ على بركة الله بطاقتنا لهذا اليوم هي البطاقة 24 بإذن الله تعالى سوف نكون معكم في عنوانها الخاص وهو مشاركة الشباب مشاركة الشباب المقصود به الأبناء من الشباب في مرحلتي المتقدم والجوالة وبالنسبة في بعض الأمور وأيضا مشاركة الأشبال والفتيان والمتقدم والجوالة في بعض الأمور الأخرى وسوف نتناول هذا الكلام كله إن شاء الله تعالى فنبدأ على بركة الله في لقائنا الجلسة 24 بعنوان مشاركة الشباب لو لاحظنا الآن أن هذا الأب كم هو سعيد
وهو يحمل طفله في على صدره ويقود الدراجة الخاصة بهذا الطفل ويلاعبه ويقوم ببعض الأنشطة الخاصة. الصوت أخواني إذا تكرمتم. أيضا لدينا أب آخر يلعب أيضا مع طفله بالدراجة الهوائية، ولكن هناك فرق بين الاثنين. أحدهم يستمتع مع طفله والآخر يضع طفله لكي يستمتع بهذه اللعبة. وهناك علامتين على كل من هذه الصور، علامة A وعلامة B على هذه الصورتين. ماذا نقصد في لقائنا هذا؟ كيف نجعل الشباب يتعلموا كيفية المشاركة؟ هل الصورة A هي الأفضل أو الصورة B هي الأفضل؟ بطبيعة الحال قد يرى البعض أن الطفل الذي على صدر الأب هو في حماية ورعاية أكثر وأفضل، أب يستمتع والابن يستمتع بهذه اللعبة، وقد يرى الآخر أن الصورة التي تحمل الرمز A هي الأفضل، حيث أن الأب يشارك ابنه في التدريب على الموازنة على هذه الدراجة الهوائية، بحيث يستمتع هذا الابن باللعب ويكون دور الأب هو المساندة والمساهمة في أن يتعلم هذا الابن كيف يقود هذه الدراجة الهوائية. إذن كلنا نؤكد على أن الصورة الأفضل هي الصورة B، A. الصورة A هي الأفضل. لماذا؟ لأن الأب هنا يعلم الابن، وهناك الأب يمارس اللعبة ولا يترك للابن كيف يتعلم وكيف يقوم بدوره في الحياة. هنا نجد مجموعة من الكشافين في الهواء الطلق يلعبوا في الألعاب، بعض ألعاب الكرة، ونلاحظ أن أيضا القائد يشارك معهم هذه اللعبة. إذن المبدأ الأساسي، الكشافة هي حركة من الشباب يدعمها الكبار. إذن هي حركة لهؤلاء الشباب يدعمها هؤلاء الكبار الذين يتواجدون معهم. إنها ليست حركة للشباب يديرها الكبار فقط. إذن علينا أن نركز على العبارتين، هي حركة للشباب يدعمها الكبار، وليست حركة للشباب يديرها الكبار. وبالتالي توفر الكشافة إمكانية لمجتمع تعليمي من الشباب والبالغين، الشباب المشاركين والبالغين المدربين والقادة يعملون معا في شراكة من الحماس والخبرة. الحماس لدى الأفراد وأيضا لدى القائد، والخبرة من القائد الذي يقوم بعملية الدور المطلوب. إذن هذه الشراكة هي المطلوبة في البرامج
السلام عليكم ابو نادر، ترى ما في صوت مره. ايوه ابو عبد الرحيم، انا راخي الصوت عشان كان بس معي للاسف مكالمه جات. نعتذر على هذا الخلل. نكمل إذن برنامجنا يستمر معنا في هذا اللقاء، مع أن المشاركة هي من القادة والتمتع والاستفادة ونقل الخبرات أيضا من القادة لمن؟ لأبنائنا المشاركين الكشافة في جميع مراحل. عناصر جلسة هذا اليوم: ما هو مبدأ مشاركة الشباب؟ السياسة العالمية لمشاركة الشباب سوف نتطرق لها بشكل بسيط. لماذا تصر المنظمة الكشفية العالمية على مشاركة الشباب؟ وأخيراً، ما هي التحديات التي تواجه هؤلاء الشباب أمام مشاركتهم معك؟ السياسة الكشفية العالمية لمشاركة الشباب، هناك كثير من البرامج والأنشطة التي تقوم بدورها في هذا الموضوع، وهناك تأكيد واهتمام شديد من المنظمة الكشفية العالمية بأن يكون للشباب دور بارز في تنفيذ والتخطيط والإدارة من قبل الشباب. إذن الحركة الكشفية هي حركة شبابية يدعمها القادة، وهي ليست حركة للشباب يديرها القادة فقط. نؤكد على هذه العبارة، سوف تأتيني هذه العبارة أكثر، لأن للأسف وجدنا أن بعض القيادات أو بعض المفاهيم الخاطئة، أن حتى في المراحل، أن مرحلة القيادة والريادة أيضا، يعني القادة والرواد، هم من المراحل الكشفية، وهذا يعني خطأ كبير أن نقف أمامه، بسبب أن الحركة الكشفية هي للشباب، للفتية والشباب بجنسيه. وبذلك تقدم الكشفية إمكانية وجود مجتمع تعلم من الشباب والقادة الذين يعملون معا في إطار من الشراكة والحماس والخبرة. إذن الشراكة بين الاثنين، الحماس يكون غالبا من الأفراد، وأيضا الخبرة تكون من القادة المشاركين. يجب أن ينعكس هذا المبدأ الأساسي في كل من برامج الشباب. أي برنامج، أي نشاط نقوم به ونديره ونهتم بتنفيذه، لابد أن يكون من خلال الشباب. ووجود الشباب في كل البرامج، وأيضا في كل جمعية وطنية وفي هياكلها الإدارية. إذن انتقلنا الآن من الفكرة الأساسية أن فقط نمارس الأنشطة مع الشباب، إلى أن يكون لهم دور أيضا داخل الجمعية. إذن لابد أن يكون هناك ممثل للشباب متواجد داخل الجمعيات الكشفية. وهذا ما أكدته المنظمة الكشفية العالمية في سياستها، سياسة مشاركة الأعضاء من الشباب في اتخاذ القرار.
بموجب القرار في المؤتمر رقم 2 في عام 1993. إذن الكلام هذا ليس جديد، هو له أكثر من الآن يعني أكثر من حوالي 30 عاما. الشباب، من هم الشباب الذين نتكلم عنه؟ نلاحظ هنا أن هناك كثير من اللقاءات تحدث بين المسؤولين في المنظمات الكشفية مع مجموعة من الشباب في لقاءات، خاصة في اللقاءات الدولية التي يشاركون فيها على مستوى العالم، مثل الجامبوري الذي يقام كل 4 سنوات. إذن تشير كلمة الشباب وبترجمتها يوث إلى أن في الكشفية كل الفتيان والفتيات والشباب والشابات الذين يمارسون البرنامج الكشف. هناك 4 مراحل في موضوع مشاركة الشباب. أول مرحلة هي مرحلة إشراك الشباب، وهي عملية تؤكد على استشارة الشباب وإتاحة الفرصة لهم للمساهمة في القرارات التي تؤثر في حياتهم. إذن لابد أن نأخذ مجموعة من الشباب وندربهم على أن يكونوا في موقع الاستشارة، وأيضا تتاح لهم الفرصة في المساهمة في صنع القرارات التي تؤثر. إخواني القادة، رجاء يعني الاهتمام بالمايكات لأنها تؤثر علينا في عملية الطرح. بارك الله فيكم جميعا وشكرا على اهتمامكم ومتابعتكم. إذن المرحلة الأولى هي إشراك الشباب، بعد ذلك نبدأ في مشاركة هؤلاء الشباب الذين تم اختيارهم. هي عملية بناء القدرات التي تقوم على تمكين هؤلاء الشباب من الاشتراك بفعالية في المسؤولية مع القادة لاتخاذ القرارات التي تؤثر في حياتهم وحياة الآخرين في مجتمعهم. المجتمع المقصود به مجتمع الكشفي، المجتمع الأسري، المجتمع الكبير الذي نحن نعيش فيه. إذن هناك اهتمام بهذا الموضوع في موضوع المشاركة. بعد ذلك نبدأ في عملية دمج هؤلاء الشباب، وهي مشاركة هامة وإشراك دائم للشباب في العمل. يعني خلاص لما نتكلم على قضية الدمج، إذن هو أصبح من الأساسيين في موضوع مجلس الإدارة في الجمعية، في لجان التخطيط، في لجان التنفيذ، في لجان المشاركة، في أيضا على مستوى اللجان كلها على مستوى الجمعية، في تنمية القيادة، في تنمية المراحل، في تنمية العضوية، في تنمية المجتمع، في الإعلام، في العلاقات العامة، في المالية، في الأمور الإدارية. لابد إذن من مشاركة هؤلاء الأبناء معنا في كل برامج. وهي مشاركة هامة وإشراك دائم للشباب في العمل الذي يستغلون فيه وقتهم وذكاءهم ومواهبهم ومهاراتهم وقدراتهم لإحداث تغيير إيجابي. إذن عندما نريد منهم كل هذه الأمور لابد أن يكون لهم دمج، وهذا لتغيير إيجابي في حياتهم الخاصة وحياة الآخرين، وهو ما ينتج عنه ارتباطهم القوي بفكر معين أو شخص أو نشاط أو مكان أو غاية معينة. عندما يكون هناك مجموعة من القيادات الكشفية الراشدة التي يبدأ عمرها من فوق 27 أو 30 وهكذا بالاستمرار، ومع مجموعة من الشباب الذي تتراوح أعمارهم من 18، 19، 20، 21 حتى 26، فيكون هناك خلط بين جيلين
هناك جيل مخطط ويفهم ماذا يريد، وهناك جيل يحتاج من يعاونه على كيف يريد احتياجاته وطلباته. إذن الدمج هذا مهم جدا لكي نستفيد من هؤلاء الشباب لديهم الوقت الكبير، لديهم ذكاء، لديهم مواهب متعددة، ولديهم مهارات مختلفة وقدراتهم البدنية والعقلية وغير ذلك. لماذا؟ لكي نحدث تغيير إيجابي في حياتهم هم وفي حياة زملائهم الكشافين أو الشباب المشاركين. بعد الدمج نبدأ مع موضوع التمكين. إذن خلاص الآن وصلنا إلى المرحلة الرابعة، وهي عملية ثقافة هيكلية تخص التوجيهات التي من خلالها يكتسب الشباب القدرة والسلطة. يعني الآن نثبته في أن يكون مجلس الإدارة من رئيس المجلس، من نائب رئيس المجلس للجمعية، بالإضافة إلى الأعضاء المسؤولين عن اللجان أو المسؤولين عن المعلومات، المسؤولين عن المهام، بالإضافة أن يكون معهم واحد إلى اثنين من الشباب يشارك معهم في صنع القرار، فيصبح لهم التمكين ويكون من ضمن بيان الأسماء في مجلس الإدارة. 1، 2، 3، 4، 10، 11، 12 شخص من ضمن هؤلاء الأسماء في ضمن هذه الليستة يكون اثنين من الشباب متواجدين في هذا البيان. لماذا؟ لاتخاذ القرارات وتنفيذ التغيير في حياتهم وحياة الآخرين بما فيهم الشباب والقادم. طيب فهمنا أن دول الشباب بيستفيدوا. طيب ما هو تغيير الحياة للقادم؟ القادم عندما يأتي معهم في وسطهم شباب ومتحمس وشباب نشيط وشباب يعطي دافع أيضا للقادة أمثالنا أن يكون لهم دور إيجابي في الإنجاز والعمل. البرنامج الكشفي للفتية والشباب. المقصود في البرنامج الكشفي أي نشاط نمارسه من رحلة، من زيارة، من معسكر، من دورة تدريبية، من كل هذه البرنامج الكشفي الذي نخطط نقول البرنامج زمني لكل الأنشطة المختلفة. فهذه البرامج الكشفية الموجهة للفتية والشباب ما هي؟ هي مجموعة فرص التعلم في الكشفية التي يمكن أن يستفيد منها. من الذي يستفيد من هذه البرامج، من هذه فرص التعلم؟ من هم؟ إذن السؤال هنا يكون أمامنا، لمن هذه البرامج؟ من هم الذين معنيين بفرص التعلم؟ ويأتينا الجواب بأنهم الفتية والشباب. إذن هي مجموعة من فرص التعلم في الكشفية التي يمكن أن يستفيد منها الفتية والشباب، فهم المعنيين بكلمة من. والتي تتاح لهم بشكل مقصود أو غير مقصود. إذن هناك في حاجة مقصودة أو غير مقصودة. ما هي البرامج؟ هذه الأنشطة التي تمارس. إذن نقول لماذا؟ لماذا نريد أن نحصلهم بلا فرص التعلم ويكون لهم تعليم بشكل مقصود أو غير مقصود؟ لماذا؟ لتحقيق هدف الكشفية. إذا لا نخطط لبرنامج كشفي إلا أن يكون من ضمن أهدافه ومن ضمن مقاصده التي نسعى إليها هو تحقيق الهدف الكشفي. إذا لماذا؟ لتحقيق الهدف الكشفي من أي برنامج كشفي نقوم. واكتساب الخبرات. من أين تأتي هذه الخبرات؟ كيف نحصل على هذه الخبرات؟ إذا سؤالنا هنا كيف؟ كيف نصل إلى هذه الخبرات؟ فهي بالتأكيد من خلال الطريقة الكشف. إذن أي برنامج هو عبارة عن تعلم موجهة للفتية والشباب الذين تتاح لهم فرصة مقصودة أو غير مقصودة. لماذا هذه الفرص التعليمية؟ لنحقق فيها هدف الكشفية. من خلال ماذا؟ من خلال الطريقة الكشف.
ما هو هدف هذه السياسة؟ الناس كلها تبغى تشارك، تبغى توصل، تبغى لها رغبة، لها رغبة في أن تحضر، أن تشارك، أن تكون معك، هي رافعة للمشاركة. أنا موافق على طول، هم موافقين معانا. إذا تستهدف هذه السياسة تدعيم وتأكيد مشاركة الشباب على كافة المستويات. لو قلنا لأي مجموعة من الشباب إحنا نبغاكم معانا في مشروع، نبغى نخطط لمشروع معين، لمشروع خدمة عامة مثلا، أو مشروع تنمية مجتمع، حنعمل معسكر، أو حنعمل مخيم لمدة 3 إلى 4 أيام، ولكن لساعة أنا ما حطينا هذا المخيم، فنطلب منكم الحضور للمشاركة معنا في التخطيط لهذا المخيم. إذن سوف نجد الأيادي كلها مرفوعة لرغبتهم الشديدة بأن يكون لهم دور. إذن هنا من كافة المستويات في الحركة الكشفية، من خلال تقديم وتوفير التوجيهات والاتجاهات في المنظمة الكشفية، التي تلعب هذه السياسة دورا هاما كمرجع استرشادي للجمعيات الكشفية. إذن هدف هذه السياسة أن الجمعيات الوطنية تهتم بهذه السياسات وتكون لها مرجعية في عملية كيف تساعد هذه السياسة في دعم موضوع مشاركة الشباب. نلاحظين الآن بدأوا في عملية المشاركة، بدأوا يحطوا أفكارهم، بدأوا يحطوا رغباتهم. إذن هذه السياسة التي تعمل على دمج وإشراك ومشاركة وتمكين هؤلاء الشباب لها دور كبير في أن يكون هناك تساؤلات عند الشباب. الاتجاهات التي سوف يذهبوا إليها، ما هي الخطة، ما هو الدليل الإرشادي؟ لو لاحظنا أن هناك كشافين ماسكين معهم خريطة، الخريطة تدلهم إلى المكان الذي سوف يذهبوا إليه، مع وجود بعض اللوحات على الشجرة التي توضح لهم بعض الاتجاهات على اليمين وبعض الاتجاهات على اليسار. هنا أصبح أمامهم الكثير من المشاكل، الكثير من المهام، الكثير من الاتجاهات، أين يذهب؟ فلا بد أن يكون هناك دليل يساعدهم ويكون في أيديهم، في أيدي هؤلاء الشباب. إذن ما هو مفهوم مشاركة الشباب؟ نطلب من ذلك المواطنين الفاعلون القادرون على المساهمة بقوة في مواجهة التحديات التي تتعرض لها مجتمعاتنا الحالية. إذن أنا عندما أشارك هؤلاء الأبناء، أنا أريد منهم أن يكونوا مواطنين. لماذا؟ ماذا نريد؟ أريد منهم أن يكونوا مواطنين لأنه لديهم مجتمع يجب أن يهتموا به، ليس مواطنين خاملين، إن مواطنين فاعلين وقادرين على المساهمة بقوة في ماذا؟ في مواجهة التحديات. ونحن نعلم أن الحياة كلها عبارة عن تحديات تواجه الكل، الكبير والصغير. فدورنا هنا أن نبدأ في عملية تهيئة الفرص لهؤلاء الأبناء أن يكونوا مواطنين صالحين، فاعلين، قادرين، ويساهموا بقوة في مواجهة هذه التحديات التي يتعرض لها مجتمعنا كلنا. فهو الدور الهام لهم. إذن هذا هو المفهوم الذي نريده من الشباب. أيضا تتطلب القضايا المعاصرة التعاون بين الأجيال لإيجاد حلول لهذه القضايا. بطبيعة الحال لا ننكر دور كبار السن، لا ننكر دور القادة. هناك من يقوم بالجهد، وهناك من يقوم بالتخطيط، وهناك الاحتياج بمن يقوم بالجهد أن يشارك معنا في التخطيط، لأنه لديه القدرة على أن يمارس فيما هو خطط له في التي نحن فيها الآن. بماذا؟ بمشاركة الآخرين معنا، أن يشاركوا معنا الآخرين مع الأجيال المختلفة في حل مثل هذه القضايا، لأن
الكبار لديهم كثير من الخبرة التي يستطيع أن يقدم الأفضل، وهؤلاء الأبناء يستطيع أن يقدم الأكثر. أعضاء المجتمع التي نهتم بها أكثر فأكثر. أي مجتمع لابد أن يكون أعضاؤه هم المجتمع نفسه، وأغلب المجتمع هم الشباب المتواجدين معه. الصوت غير واضح قد علي. نعم نعم قائد محمد، يقطع الصوت عندك. الصوت يتقطع، ما أدري بس يمكن عندي أنا، لكن أنا عندي إرسال كبير يعني. الله يعطيك العافية، كمل كمل. الآن واضح الصوت قائد علي؟ طيب شكرا، شكرا قائد فواز، شكرا قائد أميمة، شكرا قائد فيصل، بارك الله فيكم جميعا. هنا نهتم بقضية توفر الشباب الفرصة للشباب أنفسهم لكي تكون لهم كلمة مؤثرة في القضايا التي تخص حياتهم وكذلك حياة الآخرين في المجتمعات. نبني فيهم هذه الرؤية، نبني فيهم هذه القيم، أن صوتك واصل، أن صوتك مؤثر، أن صوتك يهمنا، أن صوتك هذا هو مهم في القضايا التي تخص حياتنا كلنا، لأنه أنت واحد مننا ونحن واحد نفس الأشخاص في هذا المجتمع. إذن وإن كنت أصغر منا في السن، وإن كنت أنت لا تتحمل المسؤولية الرئيسية، ولكن مشاركتك هي عبارة مساهمة منك فأن يكون لك دور وتكون لك كلمة مؤثرة ونسمعها. وعلينا قبل ذلك أن نهيئ أبناءنا إلى هذا الموضوع من القيادات الكبيرة في السن الأكبر منهم بما تطيع هذا الحال، ويشارك معهم، وعندما يبدأ في عملية طرح أي رأي يقول لا شكرا معلش أنت ما تفهم، خليك شوي أسمع الآن وبعدين يعني أدلي بدلوك. ما ينفع، أجل أنا شاركت معايا ليه؟ قد يكون رأيه خاطئ وارد، لأنه هو ليس معانا في المعترك هذا من بدري، ولكن عندما نستمع ونوجه إلى الطريقة الصواب ونساعده في عملية كيف يفكر بطريقة أعرض وليس بالطريقة الطولية وليس الطريقة العرضية أو الطولية، إنما هناك أكثر من طريقة في التفكير، فنحن نساهم معه في بنائه. فعندما يبنى بالطريقة الصحيحة هو يساعد معنا في بناء المجتمع. القضية أخذ وعطاء، مشاركة بين الأخ. أيضا كما يقال هنا اللي هو تعلم الكشاف الاعتماد على النفس، صحيح. شكرا قائد مراد. إذن إنها عملية بناء بحيث يمكن الشباب اكتساب مهارات ومعارف وافية وكافية لكي يكونوا هم حدة المستقبل. وفي المنظمة الكشفية العالمية يتم مراعاة مشاركة الشباب على 3 مستويات مترابطة، وهي ونجد الآن أن هناك مجموعة من الشباب موجودين ومشاركين على مستوى المنظمة الكشفية العالمية، تم اختيارهم مجموعة منهم تقريبا 3 من الوطن العربي كين اتخاذ قرار إتال الآراء بتوجيهنا في إعداد برامج وأنشطة ومشاركة مع المنظمة في ترتيب وتنظيم مثل هذه الأمور العالمية، ونستفيد نحن منها، وهذا فخر لنا أن نشارك أبناءنا الكشافين في الوطن العربي داخل المنظمة الكشفية العالمية. إذا المستويات اللي إذا مشاركة الشباب فيها هو شيء يجب أن نهيئه من الناحية التربوية.
ومن الناحية المؤسسية نتكلم ما هي المقصود بكلمة المؤسسية بالإضافة إلى مستوى المجتمع، المستوى التربوي، المستوى المؤسسي، والمستوى المجتمعي. هذه ثلاثة يجب أن نجهزهم ونرتبهم على هذه المستويات المرابطة، لأن أظن خرجت ورجعت ثاني أو شيء كذا من هذا القبيل. نعم الصوت واضح الآن؟ يبدو أنه في مشكلة اليوم في النت أو شيء زي كذا. صحيح صحيح قائد محمد، في مشكلة شكلها في التواصل معك. حتى صوتك هو الصوت عندك بيقطع يا ابو نادر، الصوت بيقطع عندك ابو نادر. يمكن القائد محمد خرج، شكله ما هو موجود معنا الآن. أبو حسين مساك الله بالخير والجميع، مساء الخير على الجميع. الصوت واضح. مساء الخير على الجميع، كيف الحال؟ طيبين؟ مساك الله بالخير، الحمد لله. إن شاء الله الآن عاد محراب وستعود الحلقة بإذن الله إن شاء الله. موفق يا أبو نادر. إن شاء الله. أنا حاولت أن أستخدم نت آخر، قلت إذا كان التقطيع ده فإن شاء الله الأمور طيبة بإذن الله. بس الان واضح. ايوه واضح الله يعطيك العافيه. الان واضح، توكل على الله. صوت مره على بركه الله، توكل على الله. شكرا شكرا على دعمكم، بارك الله فيكم جميعا. نستكمل حديثنا. قائد اسامه، يا ريت انه القائدة أميمة، الآن أنت أصبحتي هوست، لو سمحتي أعطيني الجو هوست. قائدة أميمة، حاضر يا غيادة، لحظة. شكرا شكرا لك.